وينضم إلينا من بروكسل سلام كيالي مراسل الغد. سلام، لا بديل عن الحوار مع حركة طالبان، هل هذا هو رأي بوريل الشخصي أم هو رأي جميع دول الاتحاد الأوروبي؟ نعم، لا هو عمليا هو رأي جميع دول الاتحاد الأوروبي، هو إجماع نوعا ما من دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة التحاور أو المباحثات مع طالبان وبشكل مباشر بالمناسبة، لأن هنالك أزمات قد تنجم عن عدم الحوار أو عدم التواصل مع حركة طالبان، أهمها أزمة اللاجئين أو المهاجرين التي يتخوف منها الاتحاد الأوروبي، أيضا تخوف الاتحاد من أن يكون هنالك لاعبين دوليين على سبيل المثال روسيا وإيران وأيضا تركيا بالمناسبة في أفغانستان، وبالتالي يكون الاتحاد الأوروبي قد أمضى 20 عاما مع شركته الولايات المتحدة ضمن تحالف الناتو داخل شمال الأطلسي في أفغانستان دون أن يكون قد جنى أي مكتسبات من هذا الوجود. الاتحاد الأوروبي يسعى عمليا لأن يكون هنالك ممثلية على حد تعبير جوزيف بوريل اليوم خلال الكلمة التي ألقاها في البرلمان الأوروبي، هذه الممثلية ستجمع الدول 27 في الاتحاد الأوروبي، هو قال بأن وزراء خارجية بعض الدول يعملون بشكل سريع وعملي، ولكن هذه الجهود يجب أن توحد ضمن ممثلية واحدة لكي يكون هنالك صوت واحد في التعامل مع حركة طالبان مع الحكومة الجديدة. ولكن هذا التعامل بحسب جوزيف بوريل وحتى وجود الممثلية في كابول هذا لا يعني الاعتراف بحركة طالبان، نتذكر في كران في سلوفينيا عندما قال بأن هنالك اعتراف سياسي وهو ما يضمن وجود دبلوماسيات بعثات دبلوماسية وسفرات، وهناك اعتراف تحت الأمر الواقع، هذا ما يعيشه الآن الاتحاد الأوروبي، هنالك قوة في طيب. أفغانستان سيطرت دون أن يكون هنالك توقعات بأن تعود حركة طالبان إلى الواجهة من جديد، وأن على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل معها لعدة أسباب كما ذكرت اللاجئين المساعدات الإنسانية وأيضا طيب. الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان التي يتخوف الاتحاد الأوروبي من أن يكون قد خسرها خلال 20 عاما. نعم نعم، ولكن سلام هناك حديث عن اختلافات داخل البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع حركة طالبان، هل رصدت لنا أبرز هذه الاختلافات؟ نعم، هنالك بطبيعة الحال هناك عدة أمور جدلية دارت اليوم بين البرلمانيين، وأيضا بعد الإحاطة الأخيرة من جوزيف بوريل البرلمانيون تخوفوا من طريقة التعامل أو الاعتراف مع حركة طالبان، وأن هنالك يجب أن يكون هنالك ضغوط على طالبان لكي تعطي مزيدا من الحرية أو لا يكون هنالك خسارة للمكتسبات بالنسبة للشعب الأفغاني خلال 20 عاما من تواجد قوات الناتو في أفغانستان، بمعنى أن على الاتحاد أن يضغط على حركة طالبان لكي تبقي على هذه المكتسبات. أيضا كان هنالك أمور جدلية أخرى بالمناسبة حسين، على سبيل المثال أنتم انسحبتم ولكن أنتم الآن تعطونا المساحة أو المجال لكي يكون هنالك لاعبين آخرين على سبيل المثال روسيا الصين وأيضا تركيا، هنالك تخوفات بالمناسبة من أن تلعب تركيا دورا كبيرا في أفغانستان وأن تستغل بالتالي ورقة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي كلما أرادت، في حال الاتحاد الأوروبي كان هنالك له مواقف من تركيا، أيضا كان هنالك مواقف من المساعدات الإنسانية التي أوقفها الاتحاد الأوروبي، هنالك تخوفات من أن هذه المساعدات الإنسانية هي بالأساس رواتب لموظفين لأطباء لعاملين في المجال الصحي في التعليم، بمعنى أن كل هذه الحركة لم هذه الضغوط هذه الإيقاف هذه المساعدات عمليا ستؤثر ليس على حركة طالبان وإنما ستؤثر على الشعب الأفغاني بمجمله. أيضا كان هنالك أمر جدلي آخر، هنالك برلمانيون طالبوا بأن يكون هنالك ممرات إنسانية لخروج الأفغان والوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن هنالك برلمانيون آخرون قالوا بأن الاتحاد الأوروبي عليه أن ينظر إلى مشكلاته الداخلية وأن يدعم فقط الأفغان في أفغانستان وليس بوجودهم في الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي دعم الأفغان دعم أفغانستان خلال 20 عاما وأن على الأفغان الآن أن يتحملوا مسؤوليتهم. شكرا. جلسة اليوم بالمناسبة كانت هنالك الاستماع كما قلت لبوريل، ولكن النتيجة ستكون صباح يوم الخميس لهذه المناقشات. نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل.